بخير عليكم، مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة وعافية. نبدأ الفيديو تاعنا مباشرة. عندنا الجملة الإسمية اللي رايحين نتعرفوا من خلالها على المبتدأ والخبر. أمهات، أنا كتبت لكم هكذا التعريف، نقراوه نشرحه لكم بطريقتي، تعرفوني نحب طريقة مبسطة، نهدر بالدرجة نتوما باش تفهموا، ومن بعد توصلوا المعلومة لولادكم كيف كيف، يعني كل واحدة والطريقة ديالها. نبدأ. الجملة الإسمية هي الجملة التي تبتدئ باسم، بين تبدأ باسم تاع حاجة، اسم حيوان، اسم إنسان، اسم شيء، وتتكون من مبتدأ وخبر. باغ اكزومبل، الأمطار غزيرة، الأمطار راهي اسم، الشتاء نسموها الأمطار، نسموه المطر، دونك هذه جملة اسمية. عندنا المبتدأ يكون مرفوعا دائما. حنا في الجملة الاسمية اللي قلنا تبدأ باسم، هذاك الاولاني نسموه مبتدأ، ودائما يكون مرفوع، يعني عنده ضمة، الأمطار، صح. قد يكون المبتدأ اسما ولا ضمير ولا اسم إشارة، هادو كامل سموهم مبتدأ. كيكون اسم، النجوم ساطعة، هذا راهو الاسم تاع النجوم، سموهم نجوم، يعني اسمهم النجوم. ضمير هاوليك أنتم، اسم إشارة، خدينا مثال هؤلاء، إن شاء الله فهمتوني. عندي الخبر هو تاني اسم مرفوع يلي المبتدأ، صافي دير هو المبتدأ يجي هنا والخبر يجي دايما موراه. الخبر واش معنتها؟ هو يخبرنا على المبتدأ. هنا كيقولوا لي باغ اكزومبل النجوم، يجي واحد يقول لك النجوم، يقابلك ويقول لك النجوم، تقول له واش بيهم النجوم؟ نجوم واش بيهم؟ راهم في السماء، راهم واش بيهم؟ كي يقول لك النجوم ساطعة، فهمنا المعنى تاع الجملة ووضح لنا وخبرنا على النجوم واش بيهم. باغ اكزومبل هنا الامطار، نجي نقول لك الامطار، الامطار وشنو؟ الامطار غزيرة، غزيرة معناتها خبرنا باللي الامطار راهي غزيرة، ان شاء الله فهمتوني. هاي لك وظيفة الخبر هي تكملة المعنى، يعني ناخذ المبتدا، الجمله ناقصه ما نفهموش، ما راهيش مكمله، بصح كي نزيدوا لها الخبر رايحين نفهموا المعنى تاع الجمله. هذا ما كان. عطيت لكم امثله، الفهد سريع، نجي نقول لك الفهد واش به الفهد؟ الفهد سريع، الفهد جائع، راكي كما يقولوا راكي خبرتيني واش به هذاك الفهد. السماء زرقاء، الساحة واسعة، القرية هادئة، أحمد مجتهد. دونك سريع هو خبر مرفوع، زرقاء خبر، واسعة خبر، هادئة خبر، مجتهد خبر، القسم نظيف، نظيف خبر، الشمس مشرقة، مشرقة خبر، البنت سعيدة، السماء مغيمة، الولد مهذب. مديت لكم يعني شحال من مثال هكذا باش تفهموا واش معناتها المبتدأ هو الخبر. جملة اسمية تبدأ باسم، هادو كاع يتيك راهم اسماء، ولد، طفلة، السماء، الساحة اسم، الفهد اسم حيوان، القرية هاوليك اسم تاع والد، احمد، القسم، هادو كاع يعطيك راهم اسماء، هادو راهم مبتدا، في كل واحد في الجمله ديالو راهو مبتدا، هادي راهي جمله اسميه. واش يجي مور المبتدا؟ يجي خبر. الخبر وشنو هو؟ رايح يفهمنا، يكمل لنا الجمله تاعنا ويفهمها لنا وشنو هي. كي نقول لك باغ اكزومبل ساحته، تقول لي وشنو ساحته؟ الساحة واسعة، الساحة ضيقة، الساحة نظيفة، إلى آخره. إن شاء الله فهمتوني أمهات. هذا ما كان، وهنا نكون كملت الفيديو تاعي وجاوبت على واحد الأخت في الانستغرام، يعني كانت طلبت مني على الخبر. إن شاء الله نكون وصلت لك المعلومة. أي حاجة تواصلي معي في الانستغرام، إلى ما فهمتيش ولا أي حاجة راني لتما. نقولكم تهلاو في رواحتكم وفي وليداتكم، وسلام.